تأكد؟ أي تأكد طال عمرك. أجل خذ للسجن ونفذ القسم اللي انحلفت عليه. أبشر يا عسكري، هات ماجد وراي. يلا أبوي، أنت إيش قاعد تسوي؟ أبوي إيش قاعد تسوي؟ إيش قاعد تسوي أبوي؟ فكني أنت، فكني أبوي. نايف جدي أبغاك. مثل ما سمعت، بيدخل اليوم التوقيف وبكره ان شاء الله ينعرض على النيابه. يبا تكفى، وش اللي قاعد يصير ذا؟ اقول لك لا ترجع احد، ولدك اخطا ولازم يدفع ثمن خطا. اي بس مو بذا اتفاقنا. احنا اصلا ما اتفقنا على شيء، ولدك اخطا ولازم يدفع الثمن. يبا احنا اتفقنا نربيه، بس مو بالطريقه ذي. هذه اول خطوات التربيه. يبا ماجد اخذوه. خالد انت اللي ضيعته، انا بروح وراه. لا تروح وراه، اقول اركد اركد يا فيصل، خليه يروح. ايش قصدك؟ شلون ايش قصدي؟ وراه اقوم له محامي يعني؟ لا كثر خيرك يبا، كثر خيرك. لا ما ابي اقول لا تكون محامي ولا شيء. شلون؟ شو اسوي؟ لا تسوي شيء. معي مبلغ مالي شوي اعطيك اياه، وتسافر انت وامه اسبوع اسبوعين ثلاث تستمتعون. على فكره ترى ابها حلوه الحين، امطار يبا. وشلون استمتع؟ شلون استمتع ولدي خذوه؟ ما هو شغلك، هذا شغلي انا. ولدي ضاع. او ضاع، انت اللي ضيعت ولدك وانا راح ارجع ولدك. ما هو شغلك ذا، هذا شغلي انا. تسمع الكلام؟ خلاص